بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها أخبار جيدة، فيها متابعة حية للأحداث الرياضية في مصر، انتصارات ولا أروع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالأمس على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف، ومنذ لحظات قليلة فريق الشباب بيفوز على الجونة بخماسية على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر 5-1 للأهلي على الجونة. واليوم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، حدث استثنائي كبير، العالم كله أنظاره بتتجه نحو مصر من خلال تنظيمها لهذا الحدث الكبير في ظروف استثنائية، ولكن مصر قادرة على التحدي وإبهار العالم بتنظيم ولا أروع. حلقة النهاردة فيها كلام كتير وفيها معلومات مهمة، وبالتأكيد الحلقة سميتها النهاردة هو التفاؤل، انتصارات الفريق الأول، انتصارات فريق الشباب، وحدث استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد. لكن سريعا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وهو بالتأكيد متعلق بنتيجة مباراة الأمس. كل المشاهدين والمشاركين من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا يدخلوا يدون آرائهم بالتأكيد ورأيهم في أداء الأهلي أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بالأمس على ملعب الأهلي والسلام، والأهلي فاز بأربعة أهداف مقابل هدف، نتيجة ولا أروع وأهداف متميزة. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الآراء والمشاركات من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا اللي هتشاركوا من خلالها سواء الفيسبوك أو تويتر أو حتى إنستجرام. لكن سريعا نبدأ حلقة النهاردة بأهم الترندات. في الترند الأهلي، موسيماني يمنح لاعب الأهلي راحة غدا. كمان في ترند الأهلي، السلية يشارك في المران الجماعي. وفي الترند العالمي، الليلة انطلاق مونديال اليد في مصر. أهلا بحضراتكم من جديد، ونستعرض مع بعض النهاردة مجموعة من المباريات. لكن طبعا الحدث الأبرز بالنسبة لنا النهاردة هو افتتاح كأس العالم لكرة اليد اللي هتنظمها مصر خلال الفترة الحالية. ومباراة الافتتاح النهاردة الساعة 7 بتوقيت القاهرة بتجمع منتخب مصر مع منتخب تشيلي. لكن في مباريات كرة القدم في عديد من المباريات، أروح طبعا لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي. في مباراتين، الساعة 8 مانشستر سيتي هيلعب مع برايتون، والساعة 10 وربع توتنهام هيلعب مع فولهام. مباراة اليوم أيضا في كأس ليبرتادوريس طبعا لقاء الإياب الساعة 12 وربع صباحا، وهو بالتأكيد صباح اليوم التالي صباح يوم الخميس. سانتوس هيلعب مع بوكا جونيورز، وهذه هي مباراة الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. طيب مباراة اليوم أيضا في كأس إيطاليا، في مباراة بتتلعب في هذا التوقيت وأنا معاكم على الهواء مباشرة، فورنتينا بيلعب مع إنتر ميلان وخسران بهدف مقابل لا شيء لصالح الإنتر. والساعة 7 إلا ربع نابولي هيلعب مع إمبولي، والساعة 10 إلا ربع يوفنتوس هيلعب مع جنوا. طبعا مباريات كثيرة وعديدة في الدوريات الأوروبية، لكن بالطبع النهاردة الحدث الأبرز هو افتتاح كأس العالم لكرة اليد بين مصر وتشيلي. وكل التوفيق يا رب لفراعنة اليد في تقديم بطولة جيدة وتنظيم بإذن الله ولا أروع، العالم كله سيتحدث عنه خلال الأيام القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا أخبار وكواليس وتفاصيل مهمة. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند الترند متعودين معانا دايما ترند الترند بيبقى الحدث الأبرز أو الموضوع المهم، وطبعا لا صوت يعلو على موضوع استضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد. حدث استثنائي، لكن هو مش استثنائي بالنسبة لدولة زي مصر. ليه؟ لأن العالم كله خلال الفترات الأخيرة كان بيتجه لتأجيل كل البطولات، حتى البطولات الأم الإفريقية، بطولات العالم، دورة طوكيو الأولمبية اتأجلت سنة كاملة. لكن كأس العالم لكرة اليد لما جه وقته، مصر كدولة وكحكومة وكشعب الكل كان على هبة الاستعداد لتنظيم هذا الحدث الاستثنائي في ظل تفشي فيروس كورونا، وباء العالم كله متأثر بيه. لذلك مصر دائما قادرة على مواجهة كل التحديات سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، لأن الدولة المصرية دايما بتدي رسالة للعالم أن مصر قادرة على استضافة أي أحداث رياضية وعلى استضافة أي أحداث خلال الفترة القادمة. لأن كمان أنت بتتكلم على دولة لها حضارة ولها تاريخ وليها مستقبل بإذن الله الفترة اللي جاية. لما كل دول العالم بتتجمع في مصر في قلب الوطن العربي في جمهورية مصر العربية، أعتقد أقوى رسالة وأفضل رسالة للعالم كله عن قيمة مصر وعن قيمة شعب مصر
وعن قيمة دولة مصر خلال الفترة الحالية من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي. كأس العالم لكرة اليد بالمناسبة يا جماعة، الناس ممكن تعتقد أن لعبة كرة اليد مش من اللعبات الشعبية، لا، كرة اليد أو كأس العالم لكرة اليد بيجي كتالت أهم بطولة في العالم بعد الأولمبياد وكأس العالم لكرة القدم ثم كأس العالم لكرة اليد. استضافة هذه البطولة في العديد من الصالات المغطاة، هتشوفوا النهاردة وقدامكم على الشاشة صور للصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، شوفوا المساحة، شوفوا التطور، شوفوا التجهيزات، تجهيزات طبية كمان على أعلى مستوى، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق لكل اللاعبين قدامكم في الصورة، إن شاء الله هيكونوا أبطال ويقدروا يأدوا بطولة بشكل جيد جدا. لكن محتاجين نطمن على الاستعدادات ونشوف آخر الترتيبات بالنسبة لهذه البطولة اللي هتنطلق النهاردة، سواء حفل الافتتاح أو حتى المباراة الساعة 7 مباراة مصر وتشيل. لكن أذهب عبر الهاتف إلى الزميل العزيز الأستاذ علي البحيري، عضو لجنة الاتصال والبث التلفزيوني للجنة المنظمة المحلية لبطولة العالم لكرة اليد. أستاذ علي، مساء الخير على حضرتك وكل التوفيق ليكوا كلجنة منظمة ولجنة إعلامية، ونعرف منك ما هو الجديد وآخر الترتيبات بالنسبة لاستضافة مصر لهذا الحدث الكبير. مساء الخير طبعا زميلي محمد سعيد وكل مشاهدي برنامج الترند وقناة النادي الأهلي. طيب، عايزين نطمن منك بقى آخر الاستعدادات، وبنتكلم على اللجنة العليا واللجنة المنظمة المحلية ولجنة الاتصال والإعلام، الترتيبات وحتى وفود الفرق اللي هتشارك، آخر الأخبار وآخر المعلومات بخصوص كأس العالم لكرة اليد اللي هتنظمها مصر. زي ما حضرتك قلت طبعا بطولة استثنائية بتقام بمشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد، بطولة العالم للكبار الرجال، دي أول مرة في التاريخ بتشهد مشاركة 32 منتخب. حدث استثنائي، حدث كبير، اربع صالات مغطاه على اعلى مستوى. يمكن شفنا تطوير كبيره جدا في صاله استاد القاهره الرئيسيه اللي فيها مجموعه منتخب مصر، عندنا صاله العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا موجود فيها دلوقتي، وعندنا صاله برج العرب، وعندنا صاله 6 اكتوبر. مجهود كبير بتقوم به الدوله المصريه ووزاره الصحه ومجلس الوزراء وكل المسؤولين في البلد، عاملين شغل كبير جدا، تنظيم على اعلى مستوى، اجراءات احترازيه رغم الصعوبات وفيروس كورونا الحاجات الصعبه اللي احنا فيها، لكن شايفين مجهود كبير جدا بتقوم بالدوله، وعاملين الحمد لله يعني تنظيم رائع، الناس كلها بتشيل هنا بالاستقبال وبالاجراءات الاحترازيه وكل حاجه. مجهود طبعا شهور، يمكن البطوله بدا شغل فيها من 7 شهور، كل اللجان المنظمه واللجنه اللي احنا فيها لجنه التصوير والبث التلفزيوني الموقع الرسمي للبطوله، يمكن عاملين الحمد لله تغطيه لكل منتخبات البطوله في كل المجموعات في كل الصالات. فاعتقد ان شاء الله ضربه البدايه النهارده، وان شاء الله مصر بطولة مبكرة. طيب، عايز اطمن منك على الاجراءات الاحترازيه، نشرح للناس برضو موضوع الكبسوله او الفقاعه الطبيه اللي هتكون فيها المنتخبات اللي هتشارك في البطوله. وانت قلت لي 32 منتخب، الكل خلاص وصل ولا لسه في منتخبات هتيجي تباعا خلال الساعات اللي جايه؟ يمكن في منتخبات بالفعل وصلت، ووصلت للفنادق بقى فندق الاقامه، وعندنا منتخبات لسه بتوصل. يعني النهارده عندنا في صاله العاصمه الاداريه الجديده عندنا منتخب ايسلندا ومنتخب البرتغال وصلوا، ومنتخب تونس والجزائر والمغرب وصلوا، عندنا كمان شويه في منتخب اسبانيا، وبالليل عندنا بولندا والبرازيل. نفس الكلام في الصالات الباقيه، في برضه منتخبات وصلت، في منتخبات خلاص على مشارف الوصول النهارده. وعندنا للاسف في منتخبين انسحبوا من البطوله بسبب الاصابات الكتيره في افراد المنتخب والجهاز الفني واللعيبه، وقدموا اعتذار للاتحاد الدولي، هم منتخب طبعا التشيك ومنتخب امريكا، ودخل مكانهم منتخب مقدونيا الشماليه ومنتخب سويسرا. فيمكن رغم الصعوبات رغم كل حاجه، لكن كل حاجه مترتبه يعني. اكيد الفقاعه الطبيه طبعا عايزين نتكلم عنه. هو نظام حاجه اسمها بدل الباب، يعني انت بتخش الفندق سواء انت لاعب سواء انت عضو لجنه منظمه سواء انت اداري سواء انت حتى عامل في الفندق سواء انت سواق في البطوله، كل ده بيتعزل في الفندق. اول ما بتخش بتعمل لك عزل طبي في اوضتك، تخش بتعمل لك PCR المسحه الطبيه طبعا تمام السكان. أكيد. بعد كل ده بتطلع نتيجتها، تقدر تتحرك بعد ما تطلع سلبي. تمام. بيطلع طبعا ايجابي لا قدر الله بيتعزل، وبيطلع طبعا بيطلع بره الفندق وبيستعينوا بحد اخر. اكيد 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 اجراءات احترازيه كبيره جدا، واكيد احنا شايفين يعني رغم الصعوبات بس مصر قادره تنظم بطوله كبيره. تمام. استاذ علي البحيري الناقد الرياضي وعضو لجنه الاتصال والبث التلفزيوني في اللجنه المنظمه المحليه لكاس العالم لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طبعا هنتكلم على كاس العالم لكره اليد والحدث الابرز زي ما قلت لكم النهارده، والنهارده مباراه الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب تشيلي.
لو بنتكلم على المنتخب بالتأكيد عندنا مجموعة من اللاعبين المتميزين، بنتكلم عن كريم هنداوي، عصام الطيار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن، علي زيني، يحيى الدرع، عسن قداح، أحمد هشام، سيف الدرع، إسلام حسن، يحيى خالد، أحمد الأحمر اللي النهاردة طبعا بتمنى له السلامة لأنه للأسف هيغيب عن أولى مباريات منتخب مصر، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، محمد ممدوح هاشم، إبراهيم المصري، وسام نوار، عبد الرحمن فيصل، أحمد هشام سيسي. المنتخب موجود في المجموعة السابعة مع منتخبات السويد وتشيلي ومقدونيا، ونتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله. والمنتخب الدنماركي حامل اللقب كان وصل بالأمس إلى مطار القاهرة، وكان بالتأكيد مع صحبة المنتخب الدنماركي كأس العالم لكرة اليد، أنه آخر منتخب فائز بهذه البطولة. لكن حصل شيء طيب وإيجابي خلال الساعات القليلة الماضية، وده بالتأكيد هيكون ليه مردود إيجابي على لاعبي كرة اليد وعلى نجوم منتخب كرة اليد، وهو فكرة كتابة لاعبي كرة القدم المميزين والمحترفين في أوروبا تويتة بخصوص مشاركة منتخب مصر وتنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد. نبدأ مع بعض بأول حاجة من الصفحة الرسمية للكابتن محمد صلاح، كتب وقال: فخور ببلدي حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد، أثق في تنظيم مشرف كعادتنا، وأتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطن. طيب كمان أحد النجوم محمود حسن تريزيجيه كتب على حسابه الرسمي على تويتر: كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة اليد، وإن شاء الله تفرحونا، ربنا معاكم يا أبطال. كمان أحمد حجازي طبعا النجم المصري والمحترف في اتحاد جدة السعودي: صورة لكل اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب كرة اليد، ومكتوب: بالتوفيق لرجال منتخبنا الوطني لكرة اليد، مونديال اليد مصر. آخر تويتة معايا من خلال مشاركة أيمن أشرف طبعا نجم خط دفاع النادي الأهلي، كتب وقال: صباح الخير، بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولة كأس العالم مصر 2021. طيب طبعا ده صورة إيجابية وحاجة مميزة جدا، لأن ليها ردود فعل إيجابية قدام العالم كله. محمد صلاح طبعا ملايين المتابعين بيشوفوه من خلال تغريداته على تويتر، وتريزيجيه وأحمد حجازي، وكمان أيمن أشرف نجم النادي الأهلي، رسالة إيجابية وبتوصل لكل اللعيبة، لاعبي منتخب مصر كرة اليد، وبيبقى ليها صدى إيجابي سواء على المستوى الإعلامي، العالم كله طبعا بياخد هذه التغريدات، وعلى المستوى النفسي بالنسبة للاعبين كرة اليد لما بيشوفوا أبرز لاعبي كرة القدم وهم بيدعموا مصر في التنظيم واللاعبين في المشاركة في بطولة كرة اليد. كل التوفيق ليهم، هنتابعهم لحظة بلحظة، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى معاهم لغاية بإذن الله أبعد مراحل. وفي نفس الوقت كمان العالم كله هيتكلم عن تنظيم مصر لهذا الحدث الاستثنائي وفق إجراءات طبية، لكن مصر قادرة على تنظيم عالمي وبشهادة العالم كله لما نوصل لكلمة الختام ولحظة الختام إن شاء الله. ونتمنى يا رب بإذن الله يكون منتخب مصر على منصة التتويج في ختام كأس العالم لكرة اليد. كل الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي في جمهورية مصر العربية. لكن نروح بقى لأخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بالأمس متع كل المشاهدين، والفريق امبارح بدع في مباراة الانتاج الحربي. طبعا الاداء الشوط الثاني كان افضل كثيرا من الشوط الاول، الاهلي امبارح فاز باربعة اهداف مقابل هدف، لكن لو تشوفوا نتائج الاهلي في الست مباريات اللي اتلعبوا في الدوري، طبعا لسه في مباراه مؤجله مع الزمالك، لكن خلال الست مباريات النادي الاهلي معدل تهديفه حوالي 14 هدف، هدفين في الشوط الاول، 12 هدف في الشوط الثاني، وده اترجم في مباراه الامس الاربع اهداف في الشوط الثاني، هدف مميز قدامنا طبعا لعلي معلول بعد بينيه مميزه جدا من والتر بواليا، انطلق بها حسين الشحات، الكوره طبعا راحت لعلي معلول واحرز الهدف الاول، ثم حسين الشحات هدف ولا اروع وهدف جاي في وقته بالنسبه لحسين الشحات بالامس، لان حسين من اللعيبه المميزه جدا، لكن طبعا هدف الامس ليه دلائل ايجابيه لازم الناس تبني عليها، عشان عندنا لعيب مميز جدا محتاج وكل الفرقه محتاجه الثقه الكبيره. حسين بيستلم الكوره جوه ال18 وبيراوغ وبيسدد على يمين حارس فريق الانتاج الحربي اللي يحرز الهدف الثاني. الهدف الثالث والهدف الرابع هو ماركه وليد سليمان، لان الهدف هنا مش هدف اعتيادي او هدف عادي، لا ده هدف ماركه مسجله، لان الاهداف الكبيره اللي زي دي ما بيحرزهاش الا اللعيبه اللي ذو مواصفات خاصه. ماركه وليد سليمان تمريره من اقصى اليمين من اكرم توفيق بتروح على الزاويه البعيده لحارس مرمى فريق الانتاج الحربي، وبيحرز وليد بعد نزوله بلحظات قليله جدا، ودي المباراه الثانيه على التوالي لوليد سليمان بيحرز فيها اهداف على اعلى مستوى، بيشارك في مده قليله لكن انتاجه في الملعب بيدل لعيب كبير جدا. وعلى المستوى النفسي بقى للفريق، عندك احد كباتن الفرقه واحد العناصر الخبره ولاعب من الزمن الجميل
موجود على الدكة لكن بيلتزم وبيأدي وبينفذ اللي بيطلب منه، ودي رسالة إيجابية ممكن توصل للعيبة حتى لممكن الصاعدين أو حتى اللعيبة العائدين من الإعارة، إن في أمثلة إيجابية للعيبة كبيرة جدا بتدي دور معنوي أو بتدي دور نفسي إن هي بتلتزم وبتشتغل مع الجهاز الفني وبتنفذ اللي بيطلب منها. وده ظهر بمشاركة وليد سليمان، وده اللي أكد عليه امبارح بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي لما حب يطلب من الإعلام أو الصحفيين الموجودين في المؤتمر اسألوني عن وليد سليمان، اسألوني على مشاركة هذا النجم، وقال أتمنى أكون موجود في مصر بدري عن كده عشان أدرب وليد سليمان وهو لسه صغير في السن، لأن لعيب ذو مواصفات خاصة مش في الملعب بس، داخل الملعب وخارج الملعب. النهاردة كان في تدريب لأن الجهاز الفني فضل النهاردة يكون في مران استشفائي لكل اللاعبين، وغدا هيكون راحة سلبية. غدا الخميس راحة سلبية، ويوم الجمعة إن شاء الله هيكون استئناف للتدريبات، خاصة إن في مباراة يوم الأحد مع فريق البنك الأهلي في الأسكندرية، فبالتأكيد هيكون في استعدادات بعد الراحة السلبية غدا. النهاردة على هامش المران كان في جلسة خاصة ما بين بيتسو موسيماني مع مروان محسن. مروان طبعا كان أصيب بفيروس كورونا لكن الحمد لله شفي من هذا الفيروس وتعافى، لكن طبعا بيبقى في برنامج تأهيلي لأي لعيب بيعود من إصابة فيروس كورونا عشان يبدأ يجهز ويدخل في التدريبات الجماعية. والنهاردة بيتسو موسيماني عقد جلسة مع مروان محسن، ومهم جدا ان انت تشتغل مع كل اللاعبين في الفترة الحالية، وده ظهر حتى في التغييرات بالأمس، وانت كسبان بأربعة أهداف بتشارك بمحمد هاني عشان تديله جزء جرعة من المباريات، رامي ربيعة بيرجع للتدريبات والمباريات، سعد سمير في المباراة السابقة دخل وخد جزء من المباريات، فده شيء طيب جدا وذكاء من بيتسو موسيماني في التعامل النفسي والفني والبدني مع اللاعبين. جلسة ما بين بيتسو موسيماني وجهازه المعاون خلال الفترة الحالية. طبعا الجلسة بالنسبة للتحضير للماتشات الجاية، عندك مباراة مع البنك الأهلي في استاد المكسب الأسكندرية يوم الأحد الجاي الساعة 5 مساء إن شاء الله، فلازم تحضر مع الجهاز المعاون خطة المرحلة اللي جاية. محمود وحيد كان عنده إصابة طفيفة خلال الفترة الأخيرة لكن الحمد لله تعافى منها وشارك في التدريبات الجماعية، والسلية الحمد لله انتظم في المران الجماعي بعد غيابه لفترة تقترب من حوالي 3 أسابيع أو أقصر يعني قليلا بسبب فيروس كورونا وابتعاده عن التدريبات الجماعية، ومروان محسن بيقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية ولكن بعد أن يستكمل برنامجه التأهيلي. في نقطة عايز أكد عليها، لأن البعض لغاية اللحظة دي لسه بيتكلم على بيتسو موسيماني، هل فرض أسلوبه، هل طريقة لعب، هل قدر يستوعب أو قدر يشتغل مع الفريق ونقدر نقول خلاص نقدر نقيم المدير الفني، مدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني حائز مع الأهلي على دوري أبطال إفريقيا، لعب 3 مباريات فاصلة مع الوداد ومع الزمالك وفاز بالثلاثة مباريات بنسبة تهديف عالية، فاز بكأس مصر، 6 مباريات في الدوري، 5 انتصارات، الحمد لله نمسك الخشب، لم يخسر أي مباراة منذ أن تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي. بيتسو موسيماني بصماته واضحة، واللي عايز يقرأ الملعب بشكل كويس ويحلل فني جيد علان المدرب بصماته واضحة في الملعب، سواء في بداية الهجمة، سواء في الضغط الأمامي، سواء في التمريرات البينية اللي بتحصل بعدد من اللاعبين وفي عدد الميس باص القليل جدا في المباريات الأخيرة، وفي التنوع في التشكيلة الأساسية وفي تغيير طريقة اللعب حسب الفرق اللي ممكن تواجهها، فبالتالي مدرب قدير. والنهاردة لو تفتحوا صفحة كيك أوف الجنوب إفريقية في تصريحات المدير الفني للمريخ السوداني بيقول فيها أنا سعيد بمواجهة الأهلي في بطولة إفريقيا لأن الأهلي بيقوده مدرب إفريقي على أعلى مستوى هو بيتسو موسيماني. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. فقره ترند الاهلي بقى هنستعرض مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نشوف السوشيال ميديا والجمهور ووسائل الاعلام ركزت عليه خلال الساعات الاخيره، خاصه بعد الانتصارات المتتاليه في الدوري العام واخرها برباعيه على فريق الانتاج الحربي. نبدا مع بعض من خلال الصفحه الرسميه والحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، واللي كتب نصور لا تعرف طعم الخساره، 6 مباريات ب 16 نقطه ب 16 هدف. زي ما قلت لكم 6 مباريات، الفوز في 5 لقاءات والتعادل في مباراه واحده، 16 نقطه في مباراه مؤجله مع نادي الزمالك، احرزت 16 هدف، اعلى رصيد من الاهداف في المباريات خلال الفتره الحاليه، لذلك الاهلي في الصداره. بمناسبه 16 هدف زي ما قلت لكم منهم هدفين في الشوط الاول و14 هدف في الشوط الثاني، وده ان دل على شيء بيدل ان النادي الاهلي فريق الشوط الثاني وبيقدر يحسم المباراه في ال45 دقيقه السنه، لكن اتمنى يا رب الفتره القادمه يكون الاداء اجمالا خلال ال90 دقيقه. نروح مع بعض لصفحه يلا كوره والحساب الرسمي على الفيسبوك، صوره جماعيه لبيتسو موسيماني ومعاه طبعا كهربا ومحمد شريف واليو ديانج، وعنوان الصوره الاهلي يبدع ويمتع ويتجاوز محطه الانتاج برباعيه ليستعيد الصداره من الزمالك بفارق الاهداف. الزمالك كان فاز طبعا امبارح على المصري بهدف مقابل لا شيء، لكن سريعا
بعد مباراة الزمالك بتسعين دقيقة قدر الأهلي يركب قمة الدوري ويكون في الصدارة في أول الدوري. طيب نشوف مع بعض أيضا كمان صفحة في الجول والحساب الرسمي ليها على تويتر، واللي قام باختيار يعني أعلن اختيار متابع في الجول لرجل المباراة، وكان أكرم توفيق هو رجل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، لعيب محوري ذو الثلاث رئات زي ما بيقولوا طبعا بلغة الكورة، وسط ملعب مدافع بقريت، ربنا يحميك يا أكرم إن شاء الله وتكمل على نفس المنوال وتكون لعيب جوكر في صفوف النادي الأهلي. حساب سبورت 360 مصرية على تويتر اتكلموا على أهم المكاسب اللي حققها الأهلي بالأمس أمام الإنتاج الحربي، هم شافوا إن في خمس مكاسب النادي الأهلي حققهم من انتصاره أمام الإنتاج الحربي. أولا أكبر انتصار في الدوري، الأهلي امبارح أكبر انتصار ليه في مسابقة الدوري حتى الآن نتيجة 4-1. تاني حاجة ده الفوز الخامس على التوالي وسلسلة انتصارات متتالية في الدوري. تالت حاجة استعادة الصدارة بعد ما انفقدها لمدة ساعات قليلة بعد فوز الزمالك على المصري. عشان كده أنا بقول لكم أهم حاجة الفترة الحالية تفضل في الصدارة، لأن ما حدش عارف في الموقف بالنسبة للدوري الفترة الجاية طبقا للائحة، لا قدر الله لو في أي أمر طارئ ساعتها انت طول ما انت في الصداره هتبقى ضامن بنسبه كبيره بطوله الدوري عكس اللوائح اللي كانت موجوده في الفترات السابقه، وده بالتاكيد يعني تم تعديله عشان الامر الطبي المتعلق بفيروس كورونا وتاثيره على البطولات خلال الفتره الحاليه. المكسب الرابع تجربه بعض اللاعبين، انت كان عندك عدد من اللاعبين كانت غايبه الفتره الاخيره سواء بسبب الكورونا او حتى الاصابه، رجع رامي ربيعه شارك في جزء من المباراه، رجع محمد هاني، قبلهم كان سعد سمير، شويه يدخل كمان مروان محسن باذن الله خلال الفتره اللي جايه مع بدايه ان شاء الله قويه لوالتر بواليا خلال الفتره الحاليه. واخر مكسب زي ما قلت لكم عوده المصابين واللي شاركوا في مباراه الامس، وده شيء رائع جدا من بيتسو موسيماني ان هو بيعتمد على كل الفريقين، لسه مشوار طويل سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الافريقي، فتحتاج لعيبه كتير جدا وانت القائمه عندك فيها اريحيه 35 لاعب محلي او 40 لاعب في القائمه الافريقيه. طيب نروح بقى ليه لعبنا الكابتن وليد سليمان اللي قدم امبارح مباراه رائعه امام الانتاج الحربي، كتب على حسابه الرسمي على الانستجرام: الحمد لله مبروك الفوز لي ولجمهورنا العظيم والقادم افضل باذن الله. طبعا انا عجبني التعليقات، الحاوي تسلم يا ابو سليم على طول، ما شاء الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الناس كلها مستمتعه باداء وليد سليمان. وليد سليمان زي ما قلت لكم لعيب زي ما بيقولوا كده ليه مواصفات خاصه. اولا وليد سليمان قصه واسطوري لو اتحكت من بدايه ما انتقل للنادي الاهلي لغايه اللحظه دي، فيلم وثائقي، فيلم تاريخي، لعيب بيحارب عشان يلعب في النادي الاهلي، لعيب بيرفض كل المغريات اللي بتجيله عشان يحترف بعد ما انضم للنادي الاهلي، عايز يلعب في الاهلي ايا كان دوره سواء اساسي او احتياطي او خارج التشكيل. الرمز ده شيء ايجابي يدي مؤشر طيب لاي لعيب صاعد او اي لعيب جاي من بره، شوف النجم او كابتن الفريق او عناصر الخبره او اللعيبه اللي من روح الزمن الجميل ازاي بتقدر تكون حريصه على انها تقدم افضل شيء داخل صفوف النادي الاهلي، والمهم في النهايه اللفته الجمعيه او الفريق من ناحيه جمعيه واهداف بصراحه مميزه جدا لوليد سليمان. طيب الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر زي ما قلت لكم قبل الكلام على وليد سليمان اربع صور باربع كادرات مختلفه بعد احرازه للاهداف بالامس، احرز هدفين الثالث والرابع وحط عنوان الذهب لا يصدأ، صورته بالاحتفال مع اكرم توفيق، صورته هو رايح مع الكابتن سيد وبيتسو موسيماني والاحتفال، وامبارح بيتسو موسيماني كان سعيد بهدف وليد وادى رياكشن رائع جدا، واحتفال بيتسو مع وليد سليمان، وبيتسو امبارح اصر انه يتكلم على وليد سليمان في ختام المؤتمر الصحفي. طيب لسه كمان مع وليد سليمان ولكن من حساب سبورت 360 مصريه واللي اتكلموا على فكره وليد سليمان يهدد عرش ساحر النادي الاهلي. هما بيتكلموا عن ناحيه رقميه ان وليد سليمان بيحتاج لست مباريات فقط لمعادله رقم الاسطوره الكابتن محمد ابو تريكه والذي شارك في 287 مباراه في جميع المباريات وسجل 126 هدف، فبالتالي ست مباريات يقدر وليد سليمان يقرب من رقم الاسطوره الكابتن محمد ابو تريكه، ودايما كده تحطيم الارقام القياسيه بيكون من داخل جدران الاهلي، سواء النادي بيكسر ارقامه القياسيه اللي حققها من قبل او حتى اللاعبين بيكسروا ارقام سواء زملائهم الحاليين او حتى السابقين، ففي النهايه الحمد لله الارقام كلها في استحواذ النادي الاهلي. طيب صفحه جول مصر لسه بتلقي الضوء على وليد سليمان، ومن الحساب الرسمي لجول على تويتر قالوا يبلغ من العمر 36 عاما، في اخر مباراتين احرز 3 اهداف، اخر ما تبقى من جيل الاهلي الذهبي وليد سليمان. طيب لسه برضو مكملين في هذه الجزئيه ولكن من حساب سبورت 360 مصريه قالوا على وليد سليمان قائد بقلبه وبروحه قبل ما يكون لاعب للاهلي، وليد سليمان فخر لكل الاهلاويه. طيب نروح كمان
للصفحه الرسميه اللي في الجول واتكلموا على وليد سليمان، ولكن من خلال موقع كوره ستاتس. انت بتتكلم على الارقام والاحصائيات، قالوا وليد سليمان سدد 3 تسديدات على المرمى في الدوري الموسم الحالي، جميعها سكنت الشباك من 3 محاولات احراز 3 اهداف في معدل زمني لو حسبناه. وليد سليمان منذ اول المباراه في الدوري لغايه دلوقتي ما كملش نقدر نقول 45 دقيقه او شوط كامل، لكن تاني الهدافين في الدوري بثلاث اهداف، وقال اهو من 3 تسديدات 3 اهداف. طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت، وهنا بنتكلم بقى على موسيماني بيبلغ حسين الشحات برفض رحيله من الاهلي، اريد تكرار الثلاثيه. هنا بنتكلم على بعض المواقع كانت اتكلمت على في عروض لحسين الشحات من الامارات، لكن طبعا بيتسو موسيماني حسب وعلى عهده الزملاء في الوطن سبورت بلغ حسين ان طبعا رفض كل العروض، وان هو مصر على استكمال الفتره القادمه لحسين مع النادي الاهلي عشان نقرر الثلاثيه خلال الفتره القادمه. طيب اخيرا وليس اخرا، من حساب بطولات على تويتر نشروا تصريحات للكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي، واللي طبعا بيرد فيها على انباء غضب محمد شريف بسبب بواليا. احنا هنبدا نتكلم بقى الفتره الحاليه على ايه. محمد شريف كان بادئ الدوري بشكل كويس وجايب اهداف بشكل رائع، اول ما انضم والتر بواليا ابتدى هو اللي يشارك، فابتدى محمد شريف يكون دكه البدلاء. البعض بيحاول يربط الاحداث ببعضها ويقول ان في غضب، لكن في النهايه هي وجهه نظر فنيه للجهاز الفني. طيب الكابتن سامي قمصان رد على هذه التصريحات وقال ايه؟ انباء غضب محمد شريف بسبب بواليا غير صحيحه، لا يوجد لدينا مثل هذه الامور داخل النادي الاهلي سواء حاليا او مستقبلا. اكبر دليل على ذلك وليد سليمان، لاعب كبير خبره بيشارك في اجزاء معينه من المباريات وبيلعب في اي وقت، وشريف لاعب ذكي وواعد وهداف جيد للغايه. وطبعا افضل رد ان محمد شريف بينزل بيشارك والجهاز الفني بيعتمد عليه، وممكن تشارك في 5 دقائق لكن تكون فعال، وابرز مثال وليد سليمان حاوي الكره المصريه. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الاخيره من برنامج الترند. سريعا طبعا وقتنا بيجري معاكم بسرعه، لكن طبعا هنعرض بعض الامور المتعلقه بالترند المحلي او الترند العالمي، ونروح لميار شريف. ميار شريف عامله انجاز طيب جدا خلال الفتره الاخيره، صفحه في الجول قالت تصنع المجد مجددا، ميار شريف اول مصريه تتاهل للدور الرئيسي من بطوله استراليا المفتوحه للتنس، احدى البطولات الكبرى جراند سلام، بعد الفوز على السربيه الكساندرا كورونيتيتش بمجموعتين دون رد. كل التوفيق لميار شريف باذن الله، وده ابرز حدث النهارده عالمي او بالطبع مصري بالنسبه لميار شريف اللي ان شاء الله هتشرفنا في بطوله التنس. لكن نروح بقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وهو رايكم في اداء الاهلي على الانتاج الحربي بعد الفوز بالامس 4-1. عبد الرحمن محمد بيقول اكثر من رائع، محمد شهاب بيقول رائع جدا 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 جدا، طبعا بنتكلم في 6 جدا. خلود رمضان بيقول اداء ممتاز في الشوط الثاني قوي. نشوف بعض الاراء الاخرى، نادر سعيد بيقول اداء رائع جدا، مصطفى عرابي بيقول اداء رائع في الشوط الثاني وان شاء الله الدوري اهلاوي باذن الله ان شاء الله. احمد ايهاب خليفه بيقول اداء رائع جدا لفريق النادي الاهلي. طيب ابو نزار بيقول كويس، هشام رفعت شبانه بيقول حلو، عمر رجب بيقول اداء جيد جدا بس عايزين يبقى اداء الشوط الاول زي التاني. اتفق معاك تماما في هذا الراي، نتمنى الفتره الجايه ان شاء الله يكون الاداء مجمل في ال 90 دقيقه الشوط الاول زي الشوط الثاني، لان طبعا في بعض المرات ممكن تقابلك تكون الفرقه اللي بتقابلها بتقدر تعمل نتيجه ايجابيه في الشوط الاول فتصعب على نفسك المهمه في الشوط الثاني. لكن بشكل عام نتمنى التوفيق يا رب للجهاز الفني واللعيبه المرحله الجايه، عندنا مباريات مهمه قبل المشاركه في كاس العالم للانديه اللي الكل ان شاء الله بينتظرها في اوائل شهر فبراير القادم. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والختام، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.